اهلا وسهلا بيكو. هنرحب بضيوفنا احمد عزت نجم ستار اكاديمي, علاء الشيخ ستاند اب كوميدي المجرم اللي مكسر الدنيا في حالات مواطن مصري, ولادي النهارده اتهموني بالجاه ان انا مش عارف, ومعايا هيثم يحيى مسؤول المحتوى بشركه يوتيوب الشرق الاوسط. اهلا. بصوا يا جماعه, واحنا بنسمع احمد وهو بيغني بلادي يا بلادي, فالشباب بيقولوا مش مصدقين ان 3 سنين عدوا, وهل بجد حصلت ثوره, وما معناه هم فاقدين الامل. فانا بقول لهم قدامكم كده, ارجوكم اذا انتم فقدتوا الامل, احنا رحنا في 60, مش عايز اقول لا تفقدوا الامل, لان 3 سنين في عمر وطن ولا حاجه خالص من اصله, واللي احنا وصلنا له دلوقتي ان احنا نكسر اصلا حاجز الخوف, فرئيس الجمهوريه اللي ما عجبناش ننزل نغيره, اذا ما كناش حققنا من الثوره غير ده بس, فده شيء عظيم, لان احنا كان عندنا ميراث خوف بقاله 5000 سنه من الفرعون اللي من المبجل الاله الكهنوت. فلازم يعني انا عارف الشباب عايز كل حاجه بحكم التمرد وبحكم الشبابيه اللي فيه, بس تاكدوا ان طول ما انتم موجودين كده والشباب اللي كان موجود معاه امبارح مصر هتبقى احسن بكتير. يا رب. شكرا على الخطبه اللي انا قلتها بس. احمد. أيوة. انت دارس نقد طيب, ودارس تمثيل وصوتك حلو قوي. الحمد لله, شرف ليا والله. انت عايز تقول كده؟ الله يخليك. انت دارس مزيكا حد ولا موهبه بس؟ لا, هي موهبه يعني, درست فتره كده مقامات علشان بس اعرف, وما كملتهاش بصراحه. اعرف بس انا بغني منين, الاغنيه دي من اني مقام, من اني طبقه. بس هي في الاول وفي الاخر هي موهبه. اصل غنوة جبار اللي انت غنيتها دي غنوة صعبه جدا يعني, غنوة من اصعب ما يكون اصلا, ما غناش غير مطرب شاطر يعني. يا رب الحمد لله, يا رب تكون عجبت الناس. وهو اصلا كان فاينل ستار اكاديمي وكلنا مستنيين النتيجه. فالموضوع كمان كان صعب قوي يعني, كان لود رهيب. انتوا بتروحوا فين بعد ستار اكاديمي؟ بنقعد في البيت. ما ده اللي يعني عايز على فكره. انا كنت اتمنى كان هيبقى ضيف معانا بس للاسف سافر, كان هيبقى معانا حميد الشاعري. لان احنا كنت بكلم مع حميد, يعني ما كانش فيه الزخم الاعلامي اللي بنتفرج عليه ده, ولا شركات وقنوات بتصرف على النجوم, وكان النجم بيطلع من خلال حميد ومؤلف وملحن ونعمل لغايه ما سنه يبقى. لكن انتوا موهوبين وشطار, وصوتك جميل وشكلك جميل بجد, يعني بتكلم جد.
ليه بعد كده ما بنش... يعني في نجوم كتير تلاقيهم اختفوا يعني؟ والله يا دكتور، هو زي ما حضرتك قلت، هو العصر سريع جدا، كميه برامج اصوات ومواهب كتير جدا، وده لان في فعلا اصوات كتير حلوه. بس زي ما حضرتك اكيد اكتر مننا معرفه بكده، ان الفن مش شخص لوحده يعني. محتوى الحلقه بتاعتنا النهارده عن الموسيقى الرقميه وزين اليوتيوب وحاجات دي فتحت اسواق كتير احنا لولاها فعلا كان بعد ستار اكاديمي زي ما قلت حضرتك ما كناش هنبقى موجودين نهائي. لكن الموضوع فعلا بيحتاج مؤسسه، لان برضو الشارع مهما كان اليوتيوب مؤثر او حاجه، لازم تبقى متواجد مع الناس البسيطه اللي هم ما يفهموش اي حاجه في اليوتيوب. فهو ده الفجوه الرهيبه، ان الناس بتشوفك 24 ساعه لمده 4 شهور بتتعلق بيك وفجاه بتطلع تلاقي وحدك في المجال وفي السوق الرهيب ده، فبتبقاش عارف تعمل ايه. هتعمل ايه بخبرتك اللي مهما كانت هتبقى قد ايه محدوده؟ طبعا هيثم، قول لي بانك بتاع يوتيوب، هل شايف ان يوم من الايام هيجي الوقت على اليوتيوب ويحل محل الشعبيه اللي كانت بتعملها الشركات وتنزل تعمل بوسترات في الشارع؟ هل شايف ان ده هيجي عليه وقت، هو مش هيبقى محتاج اكتر من انه يبقى موجود على اليوتيوب؟ يعني انا شايف انه ده بيحصل بس بشكل تاني. انا شايف اللي بيحصل انه اليوتيوب بوابه ان هو يخش العوالم دي. تمام. فاللي بيحصل حتى المثال المشهور قوي انه التلفزيون لما طلع ما لغاش الراديو. تمام. والراديو لما طلع ما لغاش السينما. فاحنا متخيلين التلفزيون اليوتيوب هيتزاوج مع التلفزيون والسينما والحاجات دي، بحيث ان هو يبقى مكمل ليهم. بس هو اليوتيوب فكر فيه ان هو عامل بيكسر حاجه مهمه جدا في الميديا او صناعه الاعلام اللي موجوده دلوقتي حتى بره يعني. ان هو الحاجز اللي ما بين الفنان او المبدع والمتلقي اختفى. اوكي. تمام. فمثلا علاء او احمد بيحطوا حاجه على يوتيوب، الناس تتفرج عليها، هي اللي بتنجحها وهي اللي بتختار ايه اللي ناجح. ولما الحاجه دي بتنجح بتروح بعد كده. عكس خالص الفكره اللي هو احمد بيتكلم عليها، اللي هو المؤسسه قدمك. لازم اعرف ناس، ولازم اعرف شلال معينه او اجنتات معينه او اروح تلفزيونات معينه، او لازم ابني طريقه معينه في الكارير بتاعي عشان اوصل. فاليوتيوب بيوصل. وعندنا مثال علاء مثلا، واحمد. ما انا لسه هخش على علاء واساله. ده اللي حصل مع باسم يوسف. وده اللي بيحصل معاك دلوقتي يعني. احنا عرفنا باسم يوسف من اليوتيوب، ثم بعد كده التقطوه من اليوتيوب وبقى راجل نجم ومعروف وكده. انا عارف ان الشركه بتاعه باسم يوسف اختارتك علشان تعمل معاك اللي عملته مع باسم. بالظبط بالظبط بالظبط. ايه بقى؟ هم كانوا عاملين زي كومبيتيشن كده على النت. ان الناس بتسبميت الفيديو ساعتها اللي ليه في فيديوز اللي على يوتيوب وبتاع، وهم بقى بيختاروا توب 10 من مصر. وكانت الجايزه ان هم يعملوا انتاج لثلاث حلقات بايلوت للبرنامج بتاعك ايا كان هو. أوكي. ثم بقى يسوقوها للقنوات بعد كده. تمام. فده حصل معاك؟ يعني عملنا حلقتين، فاضل الثالثه هي متصوره يعني، بس اتمنى ان شاء الله هتنزل الخميس الجاي. وبعديها بقى الحلقتين عن ايه بقى؟ اول حلقه عن ان الاسفاف اللي بيحصل في من انتاج انتاج السينما. انتاج السينما ما تكذبش منا. لا ما تكذبش منا، ما تكذبش منا يا حمي. لا يعني في شركات انتاج يعني تعمل افلام ما ينفعش تتشاف ولا ينفع تتعرض اصلا. فده طبعا بينعكس على اخلاق الاطفال واخلاق الشباب في الشوارع حتى. اوكي. فكانت عن الحلقه كانت عن الحاجات دي والعنف اللي بنشوفه كده. قلت فيها ايه؟ لا قول لنا بس عشان الناس تبقى يعني، وبعد كده اخش يعني. قول لي قلت فيها ايه بالظبط يعني؟ الفكره اللي حبيت توصلها ايه غير ان الناس ما تتاثرش؟ هو طبعا المواطن المصري حياته كلها بتتبلور حنان القطه. انت لسه ساعه موضوع القطه ده بس. يعني هو بيحسب اي حاجه من 1 لـ10، من 1 لـ قطه، بيشوف القطه فين هي ويقارن نفسه بالقطه ويشوف حياته. فهو بقى ايه، القطه المفروض بعد ما اتفرجت على الحاجات دي في التلفزيون. أيوة. اخلاقها باظت، بقت تخربش. وبقت تعمل حاجات غريبه، رافعه ايديها لاي حد، بقت تعمل حاجات غريبه جدا واخلاقها باظت جدا. فهو متضايق من الموضوع ده. طبعا بتسمبلايز اللي بيحصل دلوقتي. تمام. في القطه. في القطه. بس انا سمعت ان عدد المشاهدين اللي بيتفرجوا عليك بتقول ايه؟ القطه اخلاقها باظت. القطه اخلاقها باظت. المصري احنا زي الفل. وسياده الرئيس طبعا مفيش، ما بيردش. لا ده انا سمعت ان انت كنت عامل ستاند اب كوميدي على مرسي. حصل؟ لا مش فاكر. لا مش انا، يمكن صاحبي صلاح الدالي. يمكن. انا بحاول على قدر امكاني ما ادخلش في السياسه قوي يعني. هتخش. كلنا هنخش. انت لسه هتخش 100%. هتخش 100%. احمد، الناس خوتوني على تويتر. طب الحمد لله. لا الفانز بتوعك، الحمد لله الفانز بتوعك ناسفين يا دكتور. لدرجه لا بالعكس، ده ببقى فرحان بيهم جدا. لان اولا انت بتخاطب، اولا بيبعدوني شويه عن السياسة اللي طول الوقت والخناق اللي طول الوقت اللي ملوش اي مبرر يعني. الناس في مصر مشكلتها ما بتعرفش تختلف، عايزة تتخانق وخلاص. ما بتعرفش تختلف، وتلاقيك بتتشتم
شتيمه لمجرد ان انا قلت مثلا هنتخب فلان. صح. يلي حاجات بالشكل ده. فانت بالنسبه لي والفانز بتوعك ورنا سماحه وكارمن سليمان انا بحس ان دي واحه. الحمد لله. الناس مبسوطه وعايزه تسمع اغاني حلوه يقول لي دكتور اسمعوا فاسمر يا اسمراني. اسمعوا فانا عايز اسمعك فاسمر يا اسمراني. يا سلام. فرجعنا مش عايز اقول بقى زي ما كنا بنقول طول عمرنا نقول يو بقى اقول لك الزمن الجميل ومش الزمن الجميل بس هي الغنوه فعلا من الزمن الجميل. اكيد. اسمر اسمراني مين قسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا اسمر يا اسمراني مين قسك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه بيزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه وطول غيابك ليه قولي ليه ناسي ليه اسمر. الله 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 يفتح عليك الله يفتح عليك ربنا يخليك. اه والله. هيثم السياسيين بيخافوا ليه من اليوتيوب وتويتر والحاجات اللي زي دي؟ مين قال؟ ده بيترعبوا يا راجل. لا خالص بالعكس بيستخدموه اكتر ناس والله. اه طبعا. بس السياسيين اللي عندهم ديمقراطيه صح؟ والله وهنا برضه. ما بقولش احنا ما عندناش ديمقراطيه وهنا برضه. هقول لك احنا ما عندناش دعوه بالجنب ده خالص على فكره. بالظبط كده يا جماعه. هيثم اللي بيقول الراجل ده ما قالش حاجه يعني حسب تعريفك للديمقراطيه. لا بس بالعكس السياسيين بيستخدموا اليوتيوب بشكل كبير جدا واحد الاسباب ان اليوتيوب شغال كويس وفي مصر انا بتكلم على مصر يعني الدنيا ان كل الناس تستخدمه. تفكر بعد الثوره على طول المجلس العسكري استخدم الفيسبوك. كل الرؤساء اللي عدوا علينا من اول الثوره لحد دلوقتي استخدموا اليوتيوب والفيسبوك. طب انت فاكر ان في يوم جمعه الغضب منعوا كل اليوتيوب وتويتر والحاجات دي كلها؟ ما دي بقى الغلطه اللي خلت الناس تستخدم اليوتيوب وتويتر والكلام يعني منعوا قطعوا الانترنت اصلا يعني. ما هي الفكره انه خلاص يعني دي كانت النقطه اللي هي مصر اول مره اول دوله في العالم تعمل حاجه شبه كده. كانت مشكله عالميه مشكله كبيره للاقتصاد وواضح انه ده مش هيتكرر تاني لانه واضح انه ده خلاص. طب ما اتكرر في تركيا. تركيا حاله خاصه وتركيا الحقيقه انا حاسس ان الموضوع له علاقه شويه بالانتخابات وكذا مش عايز اخش في التفاصيل. بس احنا بنتكلم على مصر يعني. طيب شايف ان اكتر محتوى المصريين بيهتموا بيه على اليوتيوب ايه؟ محتوى فني محتوى علمي محتوى ايه بالظبط؟ والله المصريين يعني خلينا نقول المصريين والسعوديين لان دول اكتر شعبين بيتفرجوا على اليوتيوب. مزاجهم له علاقه بالموسم يعني لو في انتخابات بالموسم اوكي. لو في انتخابات سياسه لو في كاس عالم يعني كاس عالم جاي كوره هتبقى مكتسح. تمام. لو في ستار اكاديمي شغال يبقى مزيكا. لو في رمضان مسلسلات هي رقم واحد. فالناس هي بتتغير حسب الموسم وحسب المزاج العام فعشان كده ما اقدرش اقول لك حاجه ثابته بس أوكي. حاليا الناس بتدور اكتر على حاجات سياسيه زي طبعا زي التلفزيون وزي اي حاجه يعني بالزبط. التلفزيون رمضان مسلسلات كاس بالزبط. عالم يبقى كوره وهكذا يعني بالظبط بالظبط 100%. احمد انا عايز بتشغل بالي حاجه كده معينه. زمان كان النجم اي نجم عمرو دياب من زمان قوي يعني عمرو دياب الناس ما تعرفش عنه اي حاجه وده جزء من هاله النجوميه بتاعته صح واخد بالك. مش شايف ان انت لما تقعد اربع شهور في ستار اكاديمي الناس عايشه اكله شاربه عارفه كل شيء عنك هل ده بيقربك من الفانز بتوعك ولا بيكسر هاله النجوميه اللي المفروض تبقى موجوده ولا ده بقى عفى عليه الزمن حته الهاله دي ما عادتش موجوده؟ والله يا دكتور هو يعني هي كل المفاهيم اتغيرت دلوقتي حتى شكل الفنان بالتواصل بين جمهوره. ما ينفعش ان انت تفضل قاعد في البيت لان هو خلاص هو بحكم التكنولوجيا وبحكم حاجات انت لازم تبقى معاهم. غير انه اصلا اربع شهور انا شايفها فتره مش كافيه خالص ان انت تعرف بني ادم بقاله سنين عايش في الدنيا بتعرف عنه حاجات اللي هو يعني هو عايش قدامك فعلا بياكل وبيشرب. بس انا كاحمد بعتبر انه لو انا دلوقتي من ساعه ستار اكاديمي ما خلص بقالي ثلاث سنين الناس لسه بتحبني وزي ما حضرتك بتقول الحمد لله ده بالزبط. دي حاجه تبسطني جدا ان الناس تكون لسه عندي الجماهيريه دي اللي تمام. خلتني مع حضرتك النهارده. طبعا طبعا هو بسبب ده ان الناس شافتك حسيتك ان انت
واحد من بيتهم من صحابهم بيتفرجوا عليك. اعتقد ان من اقوى من اي حد كل علاقته بالناس هي مجرد اغنيه واحده او فن أو حفلة لو كملنا ده بمحتوى فني كويس بيليق بالناس ينجح معاهم اكتر فعلا. هيبقى علاقتهم بيك اكتر بكتير قوي من علاقه نجم هو كل اللي يربطوا بيها او بيك اغنيه فيلم. اعتقد ده فصلحنا اكتر احنا يعني بس يعني لو عرفنا ازاي نكمله بحاجه تعيش انك مع تقدم الناس. انك تقدم الحاجه كويسه في الاول وفي الاخر يعني مهما كانت الوسائل يعني طبعا. يا استاذ مساء الخير ياكم ديان مساء الخير مساء النور. في راي بيقول انا هاخدك في حته كده لا برضو علاقه بباسم يوسف يلا بينا يلا بينا الفنان الكوميدي بينجح لما بيظبط موجته على موجه الناس. بمعنى ان عادل امام يظل نجم النجوم لانه بيعبر عن روح الشارع المصري وروح الشاب المصري. عادل امام من ذكائه الخارق للعاده انه فضل يلبس بنطلون جينز وجاكيت جينز في جميع افلامه عشان يبقى شبه الناس ويقدر يشتري بدله سينيه ويطلع بيها يعني. هل انت شايف ان باسم يوسف كان ناجح جدا جدا لما كان على موجة كل البشر ان احنا كلنا كنا ضد اليمين المتطرف مش عايز اسمي اسلامي او كده شايف ان انت لازم تبقى ضابط موجتك مع موجة الناس عشان الناس تحبك ولما تبقى ضد موجة الناس مش معنى انك تقول رأي مخالف بس الكوميديان تحديدا لازم تبقى روحه جايه من روح الشارع المصري واتجاهات الشارع المصري زي مثلا هضرب لك مثل كده من الاشياء الشهيره في التاريخ التراث علي الزيبق. علي الزيبق ده كان بيعمل ملاعيب على السلطه وعلى الشرطه وكده فالناس كانت بتحبه لانه بيعبر عنها بمنتهى البساطه. لما ينفصل ويبتدي يبقى في اتجاه تاني شايف ان ده مع ولا ضد الفنان؟ على حسب يعني. هو مبدئيا عندنا هنا مشكله في مصر ان زي ما حضرتك قلت الناس مش بتتقبل قوي الراي الاخر وبتقابله بعنف شويه كمان يعني which is not good عندنا في مصر دي دايما عندنا. طبعا احنا لسه في سنه اولى ديمقراطيه بالزبط اصلا بالزبط يعني ولكن برضو ما ينفعش من الكوميديان نفسه ان هو يمشي عكس الطياره عشان ده هي دماغه فبالتالي يكون هو الواحد وهو الوحيد اللي بيسمع نفسه. ما هو لازم نبالانس بين الحاجتين اللي انت تبقى مختلف وتعمل اللي في دماغك وفي نفس الوقت ما تمشيش عكس الموجه تماما يعني لازم تبالانس بين الاثنين دول. حلو قوي عشان كده انت لجأت يعني المصريين مشهورين دمهم خفيف وشعب ساخر عظيم يعني عشان كده انت لجأت للسخريه كجزء من اتصالك انت واحد من الشعب المصري يعني شايف ان دي اسلم طريقه توصل بيها للناس على حسب كل واحد. انا لقيت هي دي الطريقه الوحيده اللي بتعبر عني ان انا اسخر بضحك اللي هو انا بستخدم نظريه الهم اللي يضحك اوكي وبمشي فيها اللي بنسميها البلاك كوميدي بالظبط كده. مين بيعجبك من الكوميديانات المصريين؟ في طبعا جورج عزمي كان ستاند اب كوميدي غير طبيعي. جورج عزمي ده ستاند اب كوميدي ستاند اب كوميدي غير طبيعي. جورج عزمي ده عزمي كان عايش في امريكا وجي مصر ولا عايش في مصر؟ لا تقريبا عايش في مصر. اوكي تقريبا عايش في مصر. عايزين يا جماعه نشوف جورج يا جماعه احنا جاهل قوي ولا يا جماعه بتحسسونا؟ انا حاسس ان هو بيتكلم عن حد في امريكا يعني. يا استاذ جورج عزمي عايزين نستضيفك عشان انا اعرفك شخصيا يعني. اتفضل. ومين تاني؟ باسم يوسف طبعا هو الوحيد برضو الايام الصور اللي كان بيطلع اللي جوانا بطريقه انا بحب اكتر حاجه البلاك كوميدي ان هي بتضحكك على همك بدل ما ترياكت بعنف لا بترياكت بضحك وساركازم وتضحك على ظروف البلد بطريقه ظريفه يعني بدل ما ننزل نكسر وبتاع. بص يا جماعه انا طب بقول له مين من الكوميديانات عجبك؟ تخيلت ان اقول محمد هنيدي بتاع ما قالش جابش سيرة الناس دي خالص. انت عملت ستاند اب كوميدي في حتت مثلا ساقية الصاوي الجامعه؟ عملت ثلاث او اربع مرات ساقية الصاوي. لسه كنت عامل واحده في الجامعه المصريه الروسيه هنا في عند الرحاب كده وفي اسكندريه طبعا عملت برضه في حتت كتير. طب ما تخليك جدع بقى كده ويعني عشان لما ارجع لاولاد احكي لهم عنك اعمل لنا اي حاجه يعني ستاند اب كوميدي كده حتى ولو دقيقه قبل ما نطلع الفاصل. هو انا مع الاسف مش محضر اي حاجه يعني. بص اعمل بص الراجل يعني ستاند اب بص اي حاجه عملتها يعني انت حاجه من اللي انت كنت عملتها حتى بس الناس اصل فن الستاند اب كوميدي ده على فكره المصريين ما يعرفوهوش قوي. هو في امريكا شهير جدا والعالم كله شهير بس في مصر هنا زي ايه؟ عشان يمكن سي بي سي تتعاقد معاك بقى ونعمل شغل ونعمل شغل بس نعدي بقى يلا. والله انا مع الاسف مش محضر اي حاجه فمش عارف يعني اعمل ايه. حاجه من اللي انت قدمتها شخصيه من اللي انت حابب يعني
اللي انت عملت عليها هو اكتر انا في ستاند اب كوميدي بتاعتي مينلي بقدم يعني بقلد شخصيات بس مش ممثلين از ممثلين تمام. شخصيات مثلا زي الطالب المصري سواق التاكسي اكتر شخصيه عجبتني هي شخصيه السيرو البنت المصريه هي المفروض اسراء بس هي السيرو هتلاقي السيرو هم بينادوا بعض كده فعجبتني جدا الشخصيه دي طبعا اللي هم بيربطوا بقى الطرح ايوه 17 طرحه وبتاع وبندانة وطرحه بندانة طرحه بندانة تعمل زي فاونديشن اسمنت بود دماغه حتى عيب ناس صغير هنا فبحب الشخصيه دي جدا السراء وهي ما بتنزلش لوحدها في المجتمع بتنزل السراء واسماء وولاء هم بينزلوا اصحاب مع بعض ما تعرفش زي الباور باف جيرلز كده بالظبط ينزلوا ماشيين مع بعض في كل مجتمع طيب المتحرش انا سمعت انك عملت حاجه عن التحرش عملت حلقه عن مواطن مصري عن التحرش بقى ايه بس دي ما عملتش فيها ستاند اب دي كانت مواطن مصري ايه بقى ايه بقى ايه قول بس ده احنا قضيه التحرش دي ده احنا مهريين منها فعلى الاقل نبقى يعني مواجبين للي بيحصل ما هو مواطن مصري مسمي التحرش التحمرش عشان ما يعرفش يعني ايه تحرش اساسا بالظبط هو ماشي مع الموجه هو بيسمع التحرش قال لك التحرش والقطه وكده التحرش بالقطه كل حاجه القطه القطه اساسيه شور موجوده طبعا طبعا دي روح ابتدائيه دي طب انت يا هيثم انت شايف ان اليوتيوب دلوقتي انا بخش طبعا كتير على اليوتيوب وبيعذبني بعض الاحيان بيبقى في مشكله في النت انت عارف مصر طبعا اغلى نت واسوأ خدمه كما هي العاده يعني ليه الانسان بيعمل قناه على اليوتيوب يعني عمرو دياب عنده قناه على اليوتيوب تمام ليه بيعملها مع انه هو مش محتاج يعني واحد زي عمرو دياب عنده فانز وعنده 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 انت شايف ان ده نوع من انواع ذكاء الفنان انه يبقى متصل بالادوات الحديثه يعني هو له علاقه بكده طبعا بس متهيألي السبب الرئيسي هو انه في ناس على اليوتيوب هو ما بيعرفش يوصل لهم بالوسائل العاديه يعني عندك جيل كامل عايز اقول لك رقم ان احنا بيدخل لنا حاجه زي 20 30 مليون مصري كل يوم على اليوتيوب بيتفرج علينا 310 مليون مشاهده في اليوم فالارقام دي معناها انه في شريحه وانا شخصيا يعني انا اواخر العشرينات يعني بس في ناس اللي هم مواليد بقى 2000 وعندهم 19 18 سنه الولاد البايخين دول اللي بيحسسونا ان احنا عجزنا انا حاسس ان انا عجزت انا فعلا في حاجات ما اعرفهاش خليك خلاص بقى انا بحس بيه يعني انا عايز ان انا عجزت طب بس اللي اقصده فعلا لنا كلام بعد الحلقه بس اللي اقصده فعلا انه في ناس ما بتستخدمش ما بتتفرجش على التلفزيون زي ما حضرتك شفت اكيد ناس بتستخدم يوتيوب الفيسبوك انستغرام كل الحاجات اللي بتتواصل في البيت قاعد قدام اللابتوب عشان هو دلوقتي فعلا يعني كتير جدا ما بيتفرجوش على التلفزيون لان هو ليه مرتبط بميعاد مثلا وهو ممكن وبعد ما يروح بالليل يلم كل اللي حصل ده بالظبط يقعد يعمله كده يتفرج عليه وهي دي قوته يعني هو مش قوته انه في سياسه وبس لا ان هو فعلا هو استغنى جدا عن التلفزيون هو بيختار اللي هو عايزه انا بختار التوقيت اللي, هو عايزه يعني انا بكتب الكلمه بلاقي كل حاجه بتوصلني من يعني ده بعرف كل الموضوع وانا هي الحته دي برضه ليها علاقه بالتغيير الاجتماعي اللي بيحصل انا من وجهه نظري يعني زي ما علاء كان بيقول هو مثلا باسم يوسف كان بيعبر عن الصوت انا عندي مثال مشهور برضه بحب اقوله هو حضرتك فاكر زمان كان في اختارنا لك طبعا فالقناه الوحيده اللي كنا بنتفرج عليها قديم انت بتاع اختارنا طلع قديم على فكره غلط في السن لا اختارنا دي جديده بس اقصد انه احنا كان عندنا قناه واحده او قناتين انا كانت القناه الخامسه في اسكندريه والقناه الاولى والثانيه في مصر برضه والبرنامج يعني هتفرج القناه الخامسه مشفره ده حاجه بايخه جدا معقوله واحنا اسكندريه لو اتفتحت مش هنشوفها كنا احنا الريموت ابني روح يا ابني غير القناه الاولى كانت عذاب كانت عذاب رايح جاي لما جالنا الريموت في البيت كان فرح طبعا من على الكعبه دي بس اللي اقصده انه حضرتك حتى فكر في الاسم كده البرنامج اشهر برنامج كنا بنشوف فيه الحاجات اللي بره هو اختارنا لك اخترنا لك يعني اخترنا لك فاهم يعني لو هتشوف هتشوف وانا فاكر احنا كنا بنرجع على المدرسه كلنا بنتكلم على نفس الحاجه يعني شفت المسلسل بتاع امبارح شفت مش عارف عمل ايه شفت مادلين طبر لو طلعت شفت مش عارف في فيلم الفرنسيه في برنامج فرنسيه فهي الفكره انه بدل ما كان اتجاه واحد من التلفزيون لكل الناس بقى كله اللي عايز يعمل اللي هو عايزه وده بيغير شويه في سقف طريقه ازاي الناس بتفكر وعشان كده الناس بقت هي اللي بتدور على اللي عايزاه مش بس بتتلقى عشان كده الاعلانات شغاله نار هرجع لك انا طيب. نقطه الاعلانات دي لان دي مهمه بس عايز اقول بس ان الفنانين وكذا فهموا الحته دي كويس وعرفوا الناس هي اللي بتختار مش بتفرض عليهم فعشان كده بيعملوا القصه مهمه قوي يا جماعه شوف ذكاء التناول في كلمه اختارنا لك هو ده الفيصل والاختلاف بين جيلنا وجيل هؤلاء الشباب استنونا بعد الفصل او غيروا المحطه كل واحد شكرا تكمن
حريته في تحلي المرء بالشجاعة